انعقدت يوم أمس بأحد نزول ضاحية جمرت الجلسة الانتخابية الاستثنائية للمكتب الجامعي لكرة القدم تحت إشراف ممثل عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الوطنية الأولمبية برئاسة يونس الشتالي وبحضور أعضاء الأربع قائمات المتنافسة و 222 نادي من جملة 243 واللي يعتبر حضور استثنائي لأول انتخابات فعلية في تاريخ الكرة التونسية. لأول مرة في التاريخ بتعرفوا لأول مرة في التاريخ اللي أربع قائمات تتنافس وتتبارى على المنصب هذا متاع المكتب الإداري للجماعة كرة القدم. قمنا بالعمل اللازم لتحضير هذه الجلسة متاع اليوم وطلبنا برشا مجهودات وبرشا عمل بالتنسيق مع الكتابة العامة متاع جماعة كرة القدم وشفنا صغيرة وكبيرة وما إن شاء الله تتم على خير. القائمة اللي فيها اللي هي باش تطور كرة القدم وباش تعطي لو بلوس وترجع إشعار كرة القدم أكثر من اللي كان قبل، هذيك إن شاء الله ربي يوفقها. اليوم صفحة جديدة تفتح في كرة القدم التونسية وفي تاريخ الرياضة بصفة عامة. تعرف نجحنا في الثورة 2011 وإن شاء الله اليوم ننجحوا في الثورة الديمقراطية الحقيقية في المجال الرياضي. سي لا بروميير اكسبيريونس بالفاسون هذه، إن شاء الله توج بخير وإن شاء الله لو ميور غاني. نشوفوا في جمعيات تقريبا حاضرين بنسبة 90% وحاجة باهية برشا. ثم حضور الرابطات، ثم حضور الصحفيين الرياضيين. عدسات التلفزة تقريبا ثم 6 ولا 7 هنا. بالنسبة معناها كتقولي كأولى هذه تسمى أول مرة الكثافة هذه موجودة. الناس كلهم مواكبة الحدث، يعني إن شاء الله الثقة في المصداقية بتاع العملية إن شاء الله تكون معناها متوفرة، وبحول الله إن شاء الله اللي باش ينجح إن شاء الله يخدم كرة القدم التونسية. حظوظ متساوية في الانطلاق، شفنا ناس عندنا عوام ما شفناهمش اليوم حاضرين، ثم اللي مثل الجمعية، ثم اللي مثل روحه، ثم اللي جاي فضولي، أما على كل وجوه الرياضية اليوم كل متواجد. انطلقت فعالية الجلسة في حدود 10:30 صباحا لتنتهي في حدود 5:30 زوالا واتسمت بفوضى تنظيمية بما أنه العديد من الإجراءات لم تكن في مستوى الحدث ولا الحضور. بداية الجلسة كانت بكلمة ألقاها أنور الحديد الرئيس السابق للمكتب الجامعي، استعرض خلالها الإنجازات اللي قام بها في فترة تولي رئاسة المكتب الجامعي، وهذا ما أثار غضب العديد من الحضور خاصة ممثلي الأندية الصغرى ليغادر على إثر الحديد القاعة، لكنه سرعان ما تراجع بعد تدخل البعض من المقربين. خرجت هو في الغش صحيح، على خاطر احنا قلنا شنو المجهودات اللي قام بها المكتب الجامعي والاتصالات اللي عملناها مع البنك نتاعنا نتعاملوا معاه وباش مكننا باش اعطينا ضمانات وباش عطانا الفلوس وصبينا الفلوس، خاطر انا كنت نتكلم نقول اعطيت انا اللي صحت وانا اللي بعثت، مش قالوا لي وقت اللي انت تجي تحاجاك تزيد مسؤول اللي يمكن قدبوك ولا قد خوك الكبير جيت تقول له انت تكذب، هذا مستوى منحط. الانتخابات هذه عرفت بعض القيل والقال خاصة في الليلة الفاصلة بعد اتهام البعض حافظ حميد رئيس النجم الساحلي باستمالة بعض رؤساء الأندية للتصويت لقائمة طارق الهمامي. رئيس نادي أنا وصفته برضيع التسيير الرياضي. يشرفني باش نكون نوريسون، تعرف ما أنت نوريسون بيبي، والله يشرفني والله، ما أنت مازلت جديد ومازلت فهمت الله نضيف عفايف، فهمت كيفاش؟ يجمع ويتصل برئيس الأندية في الجهة متاعه ويجمع فيهم ويقول لهم اللي وزير شباب الرياضة كلفني باش نقول لكم اللي كي تصوتوا على القائمة تاع ساق الهمامي تاخذوا 100 مليون إذا كان تنتميوا للدرجة الأولى وتاخذوا 60 مليون إذا كان تنتميوا إلى الدرجة الثانية. صحيح البارح معايا قرابة 11 هكاكا 10:30 كانت الأمور هادية في وسط النزل، ما دخل سي حافظ حميد رئيس نجم الساحلي وكان يعني كما نقولوا فيها كل مرة يتحرك من بلاصة لبلاصة، جاء عيط رئيس جندوبة حكى معاه، من بعد جاء عيط رئيس ماطر حكى معاه، من بعد جاء الواحد آخر يعني الفيس بريزيدون تاع مساكن قعد يحكي معاه برشا، وكل مرة معناتها ياخذ واحد ومعناتها يتركن به في تركينا. نحن جينا كي جينا نسمعوا فيه نلقاه يحكي ويقنع في العباد على كونه قائمة طارق الهمامي قائمة طيبة وقائمة باهية وفيها برنامج باهي باش يدعموا الوزير وكسيتيرا. مشيت له أنا معناتها باش نكلمه، قلت له شنو تعمل يا شيخ، شكون سيادتك أنت راك رئيس النجم الساحلي ماكش باش تجي باش توري العباد شكون تنتخب عبرة واللي تعمل فيه. قعدت كي معناتها نتشاجر معاه شوية بالفم
كي انا تبست عليه وقلت له عيب عليك برا امشي انت ما تجيش راك رئيس نجم الساحلي. يعني حسيت اللي ريحته معناتها بالكحول وعيب. انا بصراحه قعدت اللوم عليه برشا وبعته من هون. قلت له خويا برا امشي اخرج احترم روحك راك رئيس نجم الساحلي ماكش رئيس جمعيه معناتها صغيره راك عندك قيمتك راك عندك وتصدينا له الحق وبعدناه. اما كان هوني جاء معناتها باش يعمل معناتها فما يعني كيما نقولوا هو كونه رئيس نجم ساحلي باش يقنع برشا جمعيات باش يصوتوا طارق لامي وهذا ماهوش معقول. وبصراحه اللي يعمل فيه حامد حميد في تونس لا يشرف هو ولا يشرف الكوره وعيب. نورمالمون كيما جمعيه كيما نجم رئيس الساحلي ما يشرفهاش رئيس كيما حافظ حميد. أنا نخسر مشاكلي في النجم الساحلي، جيت لهنا نلقى مشاكل حتى في الفيدراسيون الناس تبع فيه. تو بربي رؤساء الفرق يرضوا في صباحهم معناتها بيبيات، تذوب رؤساء فرق محترمين. في حاجة يجي رئيس نتاع نادي باش يقول لهم أنت يا صوتوا هكا وعملوا هكا، تتصور أنت هذا كلام معقول؟ هاو الجمعيات، هاو الجمعيات الكل قالوا جانا لهنا وقلنا صوتوا لأمامي. هذا شيء يعمل العار. أبريتو أنت تمثل نجم الساحلي جمعية كبيرة جاي لهنا في حملة لغيرك للناس عيب. كيما أني حطيته في الإطوال أني من هنا نقول له ديجاج وسايبها الجمعية. ماكش مأهل خاطر أنت شلكتنا وضحكت علينا بتونس كاملة صحافة وإعلام وجمعيات والناس كلها تتمنيك علينا بالتصرفات اللي قاعدة صايرة. تشويق كبير عاشته القاعة اللي احتضنت عملية التصويت حيث تصدرت قائمة طارق الهمامي الترتيب بعد ما اختارها أغلب ممثلي أندية المحترفة الأولى والثانية وحصلت على 55 صوت مقابل 35 لقائمة ودي الجيري. إلا أنه دخول أندية الهويت في السباق قلب المعادلة رأسا على عقب. عملية التصويت انتهت بصدارة قائمة الجيري ب 135 صوت متقدمة بذلك على قائمة الهمامي اللي حصلت على 102 من الأصوات، فيما تحصلت قائمة فتحي جامع على 88 صوت ونالت قائمة محمد عشيب على 54 صوت. ونظرا لعدم توفر أغلبية 50+1 تم الالتجاء للدورة الثانية اللي وضعت قائمة الجاري في مواجهة مع قائمة طارق الهمامي. الواقع المبدئي أنه ثم حظوظ متساوية كانت 25% كل قائمة. توا ثم زوج قوائم قائمتنا احنا وقائمة سي طارق الهمامي. قائمتنا احنا في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية سي طارق الهمامي. أسبقية معنوية لأنه الأسبقية النهائية هي أسبقة أصوات في الدور الثاني. إن شاء الله توا حظوظ متساوية كيف مع احترامنا نحترم القائمة الأخرى من الجيل اللي احنا توا الأولى 50% ليهم و 50% لينا وإن شاء الله تكون لينا. ما حتى توقعات شفتوا وعشتوا الأربع قوائم مش بعاد برشا على بعضهم ما فماش فارق. واللي باش يعمل فارق توا هو الرابطة المحترفة الأولى والثانية. في الدورة الثانية تحصلت قائمة ويديا الجيري على 236 صوت مقابل 95 لقائمة طارق الهمامي وبذلك يكون الجيري هو الرئيس الجديد للجامعة. ان شاء الله على قدر ثقتهم على قدر مسؤوليتنا وعلى قدر احترامنا لمسؤوليتنا في المستقبل. احنا خدمنا وتصلنا بالجمعيات والقائمه الاخرى خدمت على روحها. الصندوق اليوم قال كلمته. ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ثقه الجمعيات ان شاء الله تعطينا دافع باش نخدموا اكثر. فرحه مضاعفه. احنا هذه اون كونفيرماسيون من رؤساء النوادي على خاطر اللي نشكرهم بالمناسبه اللي وضعوا ثقتهم فينا. القائمه ككل هي جاي خادمه عندها برنامج كبير مع الانديه اللي تنتمي لرابطه الهوات، رابطه ثالثه ورابطات الجهويه ومع كيف مع كره القدم داخل القاعات وكره القدم النسائيه. هذاك علاش لقينا تجاوب كبير معهم في الدور الاول. في الدور الثاني والحمد لله الجمعيات نتاع الرابطه الاولى والرابطه الثانيه فهموا اللي التوجه نتاع الجمعيات اغلبيه الجمعيات ماشي مع القائمه نتاعنا. هذاك علاش في الدوزيام فوت مشات الرابطه الاولى والرابطه الثانيه معنا. على خاطر كره القدم راهو باش نبداو واضحين راهي تخدم من الهوات ومن بعد نطلعوا للبروفيسيونيل. معناتها مثلا ما غير هوات ما تنجم تكون عندك بروفيسيونيل. عرس كروي عاشت الكرة التونسية بعد الحضور القياسي والاستثنائي لممثلي الأندية المنتمية لمختلف الرابطات والشفافية والتنافس الديمقراطي اللي رافق عملية الاقتراع. والمطلوب الآن من المكتب الحالي هو معالجة كل الملفات اللي في انتظاره والنهوض بالكرة التونسية بحكم معرفته الجيدة بواقع الأندية في تونس وذلك في كل الأقسام.